حبيبنا صلى الله عليه وسلم فيه صفتان عظيمتان. إذا بدنا نتصور النبي صلى الله عليه وسلم، ما في رجل الآن بسعى بكمال الأجسام لأن يكون جسده مثاليا، طبعا لا أن يكون هزيلا ولا أن يكون من جماعة النفخ اللي بيمشي يا أرض اشتدوا ما حد قدوا كل ما يمرق حد ما يبعد يعمل هيك ترايس وما قدر يشد إيده. لا، الجسد المثالي من جهة، أي جسد مثالي قد يتصوره الإنسان فقد وصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا جسد النبي صلى الله عليه وسلم. نبدأ بشعره بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، كان شديد سواد الشعر. طيب شعر النبي صلى الله عليه وسلم كان ناعم ولا كان يعني كان كيرلي ولا كان ليس؟ كان شعره بين الاثنين، فلم يكن أملس بشكل انه والله مثل ليس، ولم يكن أشعد بشكل انه والله مثل كيرلي انه خلاص كله شادت على بعض، بل كان بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم رجل الشعر. اللفظة العربية أنه رجل الشعر، كيف يعني؟ وكأنه مسرح، الإنسان لما يسرح شعره بدون مي بدون سشوار بدون شيء، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمتشط إلا غبة. كيف يعني إلا غبة؟ يعني قليل ما يمتشط. كيف يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصرح حاله؟ لا، هو شعره ما له حاجة. يعني لربما مثلا أخت إذا كان شعرها طويل فأت من المبلغ بدها تقوم تمشط وتظبط حالها وكذا، لا هو شعر النبي صلى الله عليه وسلم ما له حاجة. فكان لا يمتشط إلا غبة. وهذا لا يتنافى مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كان له شعر فليكرمه، شعرك طويل مشطه وظبطه ولفه واعمله جناديك كما لو كنت رجل. النبي صلى الله عليه وسلم كان من صفات شعره انه كان يفتلق شعره يسمى النص، وكان له ذؤابتان او اربع ذوائب، يعني مرات يعمل جدوري، فالجدوري من عيب الرجل اذا كان شعره طويلا. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده اربع ذوائب وخاصه عند السفر، يجعل ذؤابتان عن الجنب اليمين وذؤابتان عن الجنب اليسار، ويخرج أذنه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم بين الذؤابتين. أما عن لون الشعر فهو أسود فيه بعض الحمرة من الخضار، يعني اللون قريب من الأحمر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخدم شعره بالحناء. أما عن مقدار الشيب فقد عدها أنس رضي الله عنه في شعره وفي لحيته، مقدار الشيب كله على بعضه قال بين 17 إلى 20 شعر. 20 شعر. أحسنت يا حاج. طب وين الشاب بشعره؟ بشعره. هو بشعره بس وين؟ وين هون؟ 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 في مفترق شعره. الشعرات في مفترق شعره، وأما في لحيته فأيضا هناك بعض، هناك عدة شعرات في العنفقة، في العنفقة وهو وأسفلها، يعني بس هون. وهون ولم يغزو الشيب شعر النبي صلى الله عليه وسلم رغم انه قد بلغ 63 سنه. فاذا اتينا الى جبينه صلى الله عليه وسلم فقد كان واسع الجبين، اذا سر استنار وجهه. لا فعلا استنار، يعني عائشه رضي الله عنها تقول انها اضاعت يوما ابره كانت قد استعارتها من بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فاخذت تبحث عنها تحسس بها، قالت حتى اذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم رايتها من نور وجهه. عائشه رضي الله عنها كانت تقول كنا اذا نظرنا الى النبي صلى الله عليه وسلم، وانس رضي الله عنه ايضا يقول هذا الكلام، كنا اذا نظرنا الى النبي صلى الله عليه وسلم ونظرنا الى القمر في ليله الرابع عشر، فننظر الى وجه النبي صلى الله عليه وسلم وننظر الى القمر فلعمري لوجه النبي صلى الله عليه وسلم اجمل من القمر، مش مبالغه. فاذا انحدرنا عن الجبين ووصلنا الى الحاجب، كان حاجب النبي صلى الله عليه وسلم طويلا على طول عينه، يعني كمقدار العين لا اكثر ولا اقل، وكان ما بين الحاجبين كانه فضه، يعني ليس عنده شعر بين الحاجبين بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم. عين النبي صلى الله عليه وسلم فكانت واسعة الأهداب، فيها ثلاث صفات: السمك والطول، يعني هذه أشياء اللي الناس النسوان ممكن تروح تشتريها لحتى تحط لعينها، طبعا مع حرمة هذا الأمر. سوداء طويلة، إذا رأيته قلت أكحل، أكيد أكيد مكحل عينه. لا والنبي صلى الله عليه وسلم ليس بأكحل، يعني فعلا طبيعي. هلا مثلا واحدة لا بتحط لا لحسن كحلة قبل ما تطلع من البيت ومن المشافة حط كحلة، لا ولا طبيعي طبيعي أنا هيك، لا مش طبيعي. النبي صلى الله عليه وسلم فعلا كانت عيونه مكحلة، إذا رأيتها قلت أكحل وليس بأكحل.
أما عن البياض فكان فيه مثل خطوط الحمر. إذا أتينا إلى الأنف، النبي صلى الله عليه وسلم كان أشم الأنف، يعني مرفوع الأنف بطبيعته، ليس فيه انتفاخ ولا صغر، يعني والله ما بتشوفه، كان معتدل الأنف. أما عن فم النبي صلى الله عليه وسلم فتقول أمنا عائشة رضي الله عنها: ما رأيت أحدا أفضل مبسما من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان واسع الفم، يعني شوف الابتسامة كيف تظهر على فم النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا أتينا إلى الأسنان، الآن إذا الإمرأة أو الرجل أرادوا تحسين أسنانهم يسعى على شغلتين: الشغلة الأولى لتجليس الأسنان، الشغلة الثانية لتبييض الأسنان. أما عن تجليس الأسنان فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أفلج الفم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم الآخر قال: نساء كاسيات عاريات، إلى أن قال: المتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. المتفلجات للحسن، شو يعني؟ تفلج أسنانها، بتفرق بين مكانها، الأسنان ما بتكون مركبة في بعض، بتكون حد بعض. هاي اللي هي الإنسان شو مركب لها؟ جسر، مركب لها طائر، مركب لها أي شيء. النبي صلى الله عليه وسلم بطبيعته أفلج الفم من جهة، وكان براق الثنايا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، وكأن أسنانه اللؤلؤ. أما إذا أتينا إلى الريق، ريق النبي صلى الله عليه وسلم ففيه صفتان عظيمتان. الصفة الأولى هي الرائحة. مرة النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أحد الصحابة، فبصق النبي صلى الله عليه وسلم في دلو، ثم ألقي بهذا الدلو في البئر. يقول الصحابي: فوالله إن رائحة البئر أصبحت أفضل من رائحة المسك. أما الصفة الثانية في ريق النبي صلى الله عليه وسلم فهي أنه شفاء. كلنا يعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع علي رضي الله عنه حينما قال: لأعطينا الراية غدا لرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. في اليوم الثاني قال: أين علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ قيل: هو يشتكي عينيه، فأرسل إليه فأتي به، ما أقدر يشوف، أرسل إليه فإيش؟ فأتي به، يعني حدا أخذ إيده ووصل للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: فتفل النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه فبرأ كأن لم يكن به ألم. هاي ما إلها علاقة بس بالحب. مرة بتحب جوزها، قالت له: عيونها عم وجعني، حط هيك على عم وجعها، اوكي حبيبي اقتدر النبي صلى الله عليه وسلم، تفلى بين عيونها، ايش حتعمل مثلا؟ قلت له: ما انت بتحبيني المفروض تحس فيه بالشفاء في اليوم، ما حتحس بالشفاء والله شو عملت. اما النبي صلى الله عليه وسلم فتفلى النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه فبرأ كأن لم يكن به ألم. فإذا حضرنا إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يخطئ كثير من الناس بفهم لحية النبي صلى الله عليه وسلم. فالبعض يظن ان النبي صلى الله عليه وسلم كونه كان كث اللحيه انه شيق ابو الطين، هيك بدها تقول معبان، لا، والنبي صلى الله عليه وسلم معنى كث اللحيه هي غزاره الاصول مع الكثافه، ولا يكون الانسان كث اللحيه الا اذا كان هناك غزاره من الاصول مع قصر، مش قصر يعني قصر كثير، لا، ولكن بمقدار القبضه تقريبا مش اكثر من هيك. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بحاجه لتقصير لحيته، هي بطبيعتها بأبي وأمي كان كث اللحية قصير اللحية، ولكن فيها غزارة عبي بأبي وأمي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا أن فيها بعض الشعرات البيض وبعض الشعرات الحمر المتأثرة بإيش؟ بالخضاب. أما إذا أتينا إلى كتفي النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الناس أكتافهم ضيقة زي مع بعض، والبعض بتلاقيها تقريبا جاي سبحان الله طويل ومروسي. أما كتفي النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان عريض الكتفين، يعني سبحان الله لو أراد الإنسان الآن يفوت على نادي بده يشيل بده يترايس من أول يوم وثاني يوم بروح بقول لأمه أو لزوجته شو الترايس بلش يبينوا بلشوا ينتفخوا ويعرضوا بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم بطبيعته عريض المنكبين أشعرهما، فكان عنده شعر. وهذا يعني طبعا قل أن تجد الآن شخص بيتدرب إلا ما بده يبرز عضلاته بروح بينتف شيل. النبي صلى الله عليه وسلم كان أشعر الكتفين، أشعر الساعدين مع عرض فيهما وطول فيهما، وكان أشعر الصدر، بل إن شعر صدره كان يصل إلى سرته كأنه خيط، يعني عظيم شعر الصدر ثم ينحدر بعد ذلك إلى سرته وكأنه خيط أو كأنه حبل إلى سرته بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. أما إذا أتينا إلى بطن النبي إلى صدر النبي صلى الله عليه وسلم فهو صدر واسع لم يكن ضيقا. إذا أتينا إلى بطنه فقد عافاه الله سبحانه وتعالى مما ابتلنا به. كان خلاص طيب يا حاج ما قلنا مما ابتلنا به ما قلنا شو هو مريا. فكان صدر النبي صلى الله عليه وسلم مع بطنه سواء، ليس فيه جزء أكبر من جزء. وإذا أتينا إلى قدمي النبي صلى الله عليه وسلم
فقد كان دقيق القدمين، أما الأقدام من الأسفل، القدمين من الأسفل فقد كان عريض القدمين، أما عن كفي النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان واسع الراحة، تتميز كفه بثلاثة أمور. الأولى اللين، لين الكف، عفوا، الأولى السع، واسع الكف. الثانية اللين، يقول أنس رضي الله عنه: ما مسست ديباجا، عليه السلام والبركات، ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم. الثالثة الرائحة. طبعا كف النبي صلى الله عليه وسلم لما لانت، نقول كثير من الشراح: لان قلبه فلانت يده. الله سبحانه وتعالى يقول: فبما رحمة من الله لنت لهم. لين الطباع ولين الأخلاق قبل لين الجسد. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب، ولو كنت فظا غليظ القلب لغلظك به. انسان اذا احب انسان، والله يعني تلاقي انسان بيشتغل عامل، يعني امراه زوجها بسم الله ما شاء الله بيشتغل بالتكسير والتعمير وكف ايده مثل الحجر، بس انسان طيب رقيق لما تلمس ايده رغم قساوته بتحس حنونه. وانسان مثل حالتنا شغلته كلها بالاوراق وتوقيع الاوراق، بس اذا ربما عنده غلظ بالقلب تلمس ايده ليه؟ الأصل القلب، إذا صلحت الجوارح الداخلية والخارجية. الصفة الثالثة لكف النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ الرائحة. وما شممت عطرا أطيب من كف النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن بعض الصحابة قال كان يتعمد السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ما يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم يروح يقعد يشمشم فيه. ليه؟ أطيب من رائحة المسك.